حادثة مثلا في اصطدام سيارة سياحية من نوع رونو ميغان بشجرة، للأسف أسفر عن وفاة 4 أشخاص في عين المكان أعمارهم بين 18 و35 سنة، كما أسفر أيضا عن إصابة شخص آخر بجروح جد بالغة، تم إسعافهم وإجلاؤهم جميعا إلى مستشفى الصبح. من خلال المعاينات الأولية لمكان الحادث، سائق سيارة نوع رونو ميغان كان قادما من مدينة واد سلي متجها لمدينة شلف، وعند وصوله إلى المكان المسمى حي بعويد انحرفت به السيارة إلى الجهة اليمنى، أين اصطدمت بشجرتين لتستقر على حافة اليمنى للطريق عكس اتجاه سيرها.